When in Marrakesh, Marrakesh, and you want to buy, let's say, bread, they will tell you only 200 dirhams or 150 dirhams, special price for your sister. Don't say, Zef, Aliya. Say this, Khuya, واش هادشي مزوق بالذهب؟ كان احمر موهب في سبيل الله يا احمر موهب في سبيل الله ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا كان احمر موهب. السلام عليكم. يا كان احمر موهب في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد طنارة قشاب. مرحبا باصدقاء طنارة كاملين. فيديو مغربي ولكن غادي نهضروا فيه على شحال من حاجه وقعت في اللجنه الرابعه ديال الامم المتحده. ونهضروا فيه شويه على بحال هاد اللقطه هادي نتاع لجنه الانضباط ديال الكاف قال لك تعاقب اتحاد العاصمه الجزائري بغرامه ثقيله. المهم خرجوا العقوبات ديال على قبل اتي التحميس على قبل الانسحاب ضد النهضه ضد بركان. العقوبات كانوا هما ما عادش 40 مليون ياك 40 مليون ماشي 40 مليون شي 40 الف 40 الف دولار ولا ما عادش حاجه بحال هكا. المهم شي تخربيقه قال لك عقوبات ثقيله. انا هادو ما عقوبات ما والو. العقوبات بغيو يبقاو تينسحبوا. العقوبات هو سكت ليا بنادم كاع ياك انت بغيتي تنسحب سكتو. هادو هما العقوبات اللي تنعرفو. المهم العقوبه ما تيبان لي غير كافيه من الاخر. او من هنا قدام نشوف واش واقع. المهم هذه خبيره مزروبه خبيره جديده على السي ابراهيم. الاخبار الساره على السي ابراهيم عبد القادر دياز. الحمد لله هو بدا يتريني ماشي مع المجموعه 100% ولكن بدا يتريني ان شاء الله يرجع قريبا. للجمهور المغربي وجمهور ريال مدريد هو عوده اليوم ابراهيم دياز الى التدريب فوق العشب مع ريال مدريد. تدريبات انفرادية يبدو أن هناك تجاوب مع الإصابة والأمور تسير على ما يرام. هذا مؤشر إيجابي لعودة إبراهيم للملاعب في أقرب وقت إن شاء الله. أوكي دونك رجع تدريبات فرزية باقي الحال على التدريبات مع المجموعة ولكن الحمد لله بوادر طيبة يرجع للميادين ونعود يرجع لنا المنتخب نشوفوه تعشناه. صراحه تصريحات ديال اللاعبين الخمسه اللي تزادوا ندوزهم لكم بعجاله. نبداو بايت بودلان. ما صدقتش خبرت قال لي الدري صاحبي كنت جالس ما بين عليا تا عيط عليا سي وليد الركراكي وقال لي هاد البلاغ قال لي بنخلي عليك كادو وفرحت بزاف الحمد لله. ما تيقش الصراحه واحد الفرحه اللي كبيره الحمد لله وكنشكرو بزاف على الثقه اللي دار فيا. الحمد لله انا اول الحمد لله انا فرحان بزاف حيت دار فيا مدرب وليد الركراكي الثقه وفرحان نكون مع هاد الجروب هذا اللي فيه لعابه كبار وفرحان بزاف الحمد لله. وكنشكر جميع الجماهير المغربيه على التشجيعات ديالهم وكنشكر والدي اللي عاونوني بزاف من الصغر ديالي باش نوصل لهادشي الحمد لله. وانا فرحان بهاد التجربه هادي بزاف. ان شاء الله غادي نخدم وندير اللي عليا باش نكون في حسن الظن ديال المدرب وليد الركراكي باش يزيد يثق فيا اكثر ان شاء الله باذن الله. جميل الطموح جميل جدا يخدم باش يزيد يثق فيا اكثر يعني يزيد يعيط له عاوتاني ان شاء الله للمحافل الجايه. مرحبا باقي صغير بودلال كما قلت لكم في الفيديو اللي فات مشروع مدافع من هنا لقدام اللي ينفع المنتخب المغربي ما شاء الله عليه. الصحراوي منذ أن وطأت قدماي هذا المركب أدركت أنه شيء عظيم. أعتقد أن هذه تجربة رائعة بالنسبة لي. شعرت بالكثير من الفخر عندما استعان بي المدرب وتواصل معي. أقدر طموحه وفلسفته. بالنسبة لي إنه شعور استثنائي أن أمثل بلدي. أعلم أنه فريق رائع مع لاعبين رائعين أيضا. هناك جو رائع وقد لاحظت أن الجميع يستمتعون باللقاء معا. إنها مجموعة جيدة. أود أن أقول للمشجعين أنني سأبذل قصارى جهدي سواء داخل الملعب أو خارجه. نحن نقدر دعمكم
لدينا مبارتين مهمتان سنبذل قصارى جهدنا لنفوز بهما. جميل جميل. الصحراوي ما شاء الله عليه تيشكروه دابا الطاقم الطبي والطاقم التدريبي تيشكروه من المزيان الحمد لله تيتعامل مزيان. قال لك تيتمشى مع 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 دوك لي تيست اللي داروا ليه كاملين دونك غادي مزيان وتفلعب مع الجروب الحمد لله مزيان دونك وتتشكيله مع اللعابه مع ستيل ديال وليد الركراكي ما شاء الله ما تيخليش المشكل مع شي واحد باش ما يتانتيغراش ما يمسيش جي تيتانتيغرا بالزربه وان شاء الله نشوفوه في الماتشات الجايين ونشوفوا القدرات ديال وسام الصحراوي ان شاء الله. حركاس هذا الخبر الاستدعاء ديال المنتخب يعني الحمد لله فرحني بزاف وفرح العائلة ديالي الوالدة ديالي الله يرحمها مسكينة كانت ديما كتقول لي زعما ان شاء الله نشوف في المنتخب الحمد لله انا في المنتخب وهي الله يرحمها الله يرحمها يلاه توفات ليه الام ديالو ويا جمال حركاس الله يرحمها ويوسع عليها والله يرحم جميع امواتنا المسلمين. كنبغي نقول لها انا فرحت كالوالدة الحمد لله انا مع اصدقاء ديالي هنايا وكنبغي ان شاء الله نقدم اضافة لهذه المجموعة هذه اللي فيها لاعبين كبار واللي عطاو كثير للمنتخب الوطني. كنتكلم معايا السي وليد الناخب الوطني الحمد لله فرحني بزاف بهذا الخبر هذا قلت له انا مستعد ان نضحي على جال بلادي وعلى جال هذا المنتخب وعلى جال هذه القميصة. استحقاق جاي يعني خصنا نحضروا بشكل جيد الحمد لله المجموعة اللي كاينة دابا مستعدة لأي غمار في الأفريق في في ما الحمد لله احنا ما علينا غير نخدمو نقدمو الإضافة المرجوة للمنتخب. كلام معقول ما شاء الله اخواتي عجبوني الناس اللي تيهضروا معقولي. اول حاجة يوسف بالعامري بالعامري لعاب نتاع الرجاء ما شاء الله عليه هو البوست نتاع ازنو البوست نتاع الوحيدي البوست مهم هو اللي دابا يقدر يتبادل مع ازنو تما باسكو ازنو شد بلاصتو هاد الساعه طونك مزراوي ما كاينش وحيدي ما كاينش الشيبي ممكن تا هو يشد داك البوست ولكن تنستبعد هاد اللقطه هادي ما كاينش عطيه الله دونك حاجه عاديه دابا كاين ازنو وبالعمري ان شاء الله بالعمري تا هو نشوفوه مزيان في المنتخب واش بغي حيت هو لاعب مجتهد تيلعب في الرجاء بيان سور ان شاء الله نشوفوه مع المنتخب تا هو يبين لينا القدرات ديالو علاش لا حيت هاد الساعه ازنو شد البلاصه ما شاء الله عليه شد البلاصه. الحمد لله حلم الطفوله تحقق اتصل بي الناخب الوطني سي وليد الركراكي واحد الشعور لا يوصف صراحه اللي غادي تلتحق بينا في المعسكر الحمد لله هذا من فضل الخدمه صراحه من فضل الخدمه وفضل المجهودات ديالي اللي المجهودات ديال سيني الحمد لله كنشكر الوالدين ديالي اللي واقفين معايا في جميع الظروف وكنهدي لهم هذه الدعوه هذه صراحه وان شاء الله غادي نخدم ونقدم اضافه نقدم الاضافه المرجوه للمنتخب الوطني نكون عند حسن الظن الصطاف نكون عند حسن الظن الشعب المغربي. الاجواء داخل المنتخب الوطني اجواء مزيانه الدراري ضريفين صراحه مرحبا بيا احسن ترحيب ما لقيتش مشكل في الانتيغراسيون الدراري الكبار صراحه رحبوا بيا واحد الترحيب اللي لا يوصف صراحه كنشكرهم من هذا المنبر هذا وان شاء الله غادي نقدم اضافه ان شاء الله ونتعاونوا كاملين. الله يسر اخويا بالعمري هادشي كله جميل تيعجبوك فاش كلهم تيهضروا انهم ما جايينش باش يبانوا ولا باش هذا لا شكرا بزاف هذا النداء ديال الناخب الوطني وكل احنا جايين باش نقدموا الاضافه اللي خصنا نديروها الناس بروفيسيونيل هادشي كله جميل هادشي كله تيزيد يبين هادشي يبين الحنكه نتاع وليد الركراكي باش انه ينتقي اللعابه اللي خصهم واللي يستاهلوا انهم يكونوا في المنتخب. جميل الاخبار اللي تلقيت في التاريخ ديالي
صلاح الدين شهاب الجول ديال المغرب الفاسي. هي انك يتم الاستدعاء ديالك للمنتخب الوطني، فكنت كنتمنى هذا الاستدعاء مدي مده طويله. الحمد لله جا في الوقت ديالو. كانت فرحه كبيره بالنسبه للعائله الكبيره، للعائله الصغيره ديالي، للاصدقاء ديالي. فالحمد لله على هذا المكان اللي وصلت لك. ديما كتشوف هذيك الاجواء زوينه بين الدراري، كتشوف ديما لومبيونس، كتحس ما كاينش فرق بين الدراري، وهادو من الحوايج اللي ديما الانسان كيبغي يعيش فيهم. وبالفعل فاش جيت الحمد لله لقيت هذاك الشيء اللي كنا كنشوفه كنا لقيناه، يعني ما كتحسش الفرق دغيا، كتانتيغرا مع الدراري في الجو. فهادشي من الاشياء الزوينه صراحه اللي كيتمنى الواحد. احسن حاجه هي يكون الفوز في المقابلات بجوج. كنتمنى ان تكون اول حضور ديالي مع المنتخب انه يكون يعني بالفوز، ونتمنى انهم يحضروا ويشجعونا لان معود عليهم دائما. يكون ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا خويا صلاح الدين، ونسمعوا وخرتوا لكم مول الاخر، نسمعوا الوفد الجديد رضا بن الحيان. رضا بن الحيان الوفد الجديد، سمعوا معايا حشومي قال لك انه سحري، كل شيء جديد، كل شيء نظيف، يستحق فريقا وطنيا. كنت في نادي في ايطاليا في فيرونا، كنت في بيتي، كنت اعلم ان القائمه ستخرج في منتصف النهار، وقد ارسل لي والداي رساله يقولان فيها نعم تم اختيارك. كان ذلك فخرا. تحدثت معه بسرعة عبر الهاتف، قال لي نعم، كان سعيدا بمستواي في بداية الموسم وما إلى ذلك، وبشكل عام كان سيشرح لي مبادئ اللاعب لاحقا عند وصولي هنا. نعم قمنا بعمل فيديوهات وقد شرح لي قليلا، حتى على الملعب قمنا بلعب ألعاب موضعية وغيرها، والأمور أصبحت أوضح على الفور. نعم هناك لاعبين كبار بالفعل، بصرف النظر عن ذلك على مستوى السلوك استقبلت جيدا جدا. بصراحة إنها مجموعة جيدة تعيش معا بشكل جيد، وبصراحة نحن نستمتع. الشيء الذي أطلبه من الجماهير أن ألا يفوتوا المباراة، سنقدم كل ما لدينا للفوز بالمقابلة. الجماهير المغربية هذه السوء تكون حاضرة في التيران ديال وجدة، ما شاء الله شحال مرة لعبوا في أدرار في أكادير، دابا في وجدة عندنا جوج مقابلات في وجدة، وجوج مقابلات جايين اللي بيبقاو عاود تاني مع لي صوتو مع الكابون. ما عرفتش صراحه، في الغالب غادي يكونوا عاود تاني في وجده في الغالب، باسكو مازال ما واجدينش التيرانات 100% كلهم اللي تصلح شي تعاود يكون خير ان شاء الله. بندوز لكم واحد ريبورتاج خفيف نتاع خويا دقيق. القاعده ديال الاختيار، لعبنا وجدنا 3 سنين بواحد المنتخب ما مشارك النص وما عنديش قاعده الاختيار. هاد قاعده الاختيار هي علاش قال لك بغي يلعب هاد الايامات الجايه باش يوجد ان شاء الله لكاس العالم الجايين والمحافل الجايه، ماشي غير كاس العالم، كاس العالم باقي عليه الحال، ولكن المحافل الجايه خصو قاعده الاختيار. دونك هادي عاود يقلب ثاني على لعابه جداد. هاد قاعده الاختيار خصني نقول الحقيقه، ما عنديش قاعده الاختيار كثير. علاش؟ تساؤلات مشروعه. واش كاين شي مدرب غيلعب كوب دي مون والشعب كامل تيتسنى تيقول لك خصك تجيب كوب دي مون، ولا الرئيس الجامعه تيهضر معايا شاك جور وتيجي لك لي زونطريمون شاك جور، وغتعرف كاين واحد اللاعب ما تعيطلوش. راه ما يمكنش، راه داك المجهود اللي درنا المجهود شي فاش كنا غاديين بلا بلال بقالي وبلا يوسف جابوت ما كانش عندنا المشكل، وراه هذا العادي ما كانش عندنا المشكل لان عرفناهم ما كاينينش. وهذوك الناس ما لعبوش سي عادل باش تركز مزيان، ما لعبوش في لي ماتش اميكو دو بريباراسيون، كانوا شي يوسف جواد يعني ديجا ما معوش يعني شي كون بقينا غير بليفيكتيف ديالنا ديفيكتيف ديالنا كنا غادي ننافسوا على ديك ولا الله. العقوبه المره الجايه علاش لا؟ ان شاء الله عندنا وممكن. لقطه جميله نتاع واحد السيد قال لك اسيدي نزل من الدوار وشاف هادش، هو بغى يشرح لنا مزيان، قال لك شي وحدين غادي يقطعوا الكهرباء علينا المغرب. شوفوا هاد الشيء اللي بغى يقطعوا الكهرباء، شوفوا هاد الشيء هذا اهضروا، لا ما محتاجين تهضروا، ما تقدوش تهضروا، هاد الشيء عادي في المغرب.
هذيك عاشت المملكة، اللهم بارك وزيد في ذلك، عاشت المملكة المغربية العريقة الشريفة من طنجة إلى القويرة، وقريبا صحراؤنا الشرقية المغتصبة إن شاء الله من المستعمر الفرنسي، وضموها إلى صنيعتها، ضموها إلى صنيعتها. المهم إن شاء الله شوفوا معايا دابا، وغادي نمشي لواحد الدوار واحد اخر، وكنتلاقى هاد الكونفوي اكسيبسيونيل. كتعرفوا هاد الكاميونات كل كاميو فيه 560 ديال الخيل. الو كاميو جر كاميو، وعناصر الدرك الملكي قدام، باش يقدروا يطلعوا هاد الطلعه. علاه هاد الشيء؟ هذا ترانسفورماتور ديال الضو فيه 154 طن، وغاديا المش 154 طن تروع ديال توليد الهيدروكهرباء اللي كاين حتى من الصين، ونزل هنايا في الميناء ديال اكادير، ودابا راه هما غاديين به لتما. كتشوفوا هاد السيد اللي جالس اللور على اتصال بالشواطئ في الروايد، في نفس الوقت كيكيدي الروايد، الروايد حتى هو ديال اللور. هذا كومبوزيسيونيل في الطريق، تخرجوا تلاقى مع بحال هاد الناس. وكاينه واحد العقبه اكثر من هذه، ملي غادي يوصلوا للشونتيي وغيجي عاوتاني واحد رموكه واحده اخرى كبر من هذيك، كبر من هادو، باش يطلعوا واحد طلعه كبيره. تبارك الله، الله يحفظكم، الله يعاونكم، الله يعاونكم. هذا ترانسفورماتور للمشروع ديال توليد الهيدروكهرباء. سمعتوا معايا؟ المشروع ديال توليد الهيدروكهرباء، هذا الترانسفورماتور ديالو دايز عادي في الكونفوا باش يوصل، حيت خصو يمشي بالهذا باش ما يتقاس حتى حاجه، وكاينين والطريق فيهم طلعات والهبطات، دونك غادي مع هذا قدر. عادي شوفوا الرويد ديال اللور، هذاك السيد اللي جالس تما، ها هو الفيراج، هو اللي غيتحكم فيهم. شويه خرجوا الرويد دو كيدورو، هما تيدورو تيرجعو. جميل جميل جدا هادشي هذا. بيان سور سي بوريطا حاضر على المضمون. هو انا تيشرح لنا اسيدي هادوك سته القضاة، قال لك اللي عطاو داك الحكم ديال محكمة العدل الأوروبية، اللي قال لك سيدي أنيلو الاتفاقية. المهم أنا مع الناس كما قال لك السيبوريطا، حنا غير مهتمين ولا غير معنيين بالأمر، وبيان سور هما اللي خاسرين. كاع نقولوا كاع النظيرات الدول الاخرين هما اللي خاسرين، باسكو الحمد لله الاسواق موجودين، ومزيان نيت باش هذيك الاتفاقية تعاود، حيت كانت شويه ضعيفه من جهه المغرب. تعاود تاني باش الا بغيت تعاود، تعاود تاني ب كي تنقولوا بشرطنا. انا سمعت انه لا يهمنا، لا يهمنا لاننا لسنا طرف. وكاين عنصرين، ما يهم قضيه الصحراء المغربيه، وما يهم العلاقات التجاريه مع الاتحاد الاوروبي. شوفوا معايا هذوك اللي عطاو الحكم شي سته هما، واش عارفين؟ وبغي يخرجوا، غادروا، بغي يغادروا، بغادروا المحكمه صافي، بغادروا للخدمه. باقي واحد، باقي ليه يومين ولا ما عرفتش ثلاثه، باقي ليهم يومين ثلاث ايام، والاخرين باقي لهم شي سيمانه بحال هكا، ويغادروا صافي. يعني دوك الشعار في صافي،
بغي يغادروا المناطق.